بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. ولكي يمدوك إذا لم زر مدينة غسير داخل نتمورت الناصية برا نتمورت كتلفزيون تزاير ست مزيغ ثويس ربعة هذا وني ناس لم دوم قرار ربي في الله ومرحبا زي ونكيد نغلتي كل تجديد تنثيم ليليث من الجمعة أيثما أيثما أسو بإذن الله تعالى أنجب الذوال فين يعنان الحوار دخل نتوشلت الله سبحانه وتعالى يقارد القرآن الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا عطى المشاكل أي مدوكال تروح أنت سووال وخاصة حالة تيلي والد زعيم أول زعيم إلا نيقاره نفسي أين إلا نزمر شهير حتى السحور والله سبحانه وتعالى يقار إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يقارق الآية أيضا وقولوا للناس حسنا باش نسوي السعوال فالحوار داخل توشولت لنا كذنا غي نوجي وننا غالذا غي مسلين في اللاس إلا كذنا غمس فضيل الدكتور فريد بوطابة المتخصص في علم النفس التربوي مرحبا بك الدكتور باش يحفظ لكم الله رتنا وين يعطيكم صحة في العربيين أهلا وسهلا إلا كذنا غي نوجي وسنة يمدوكال فضيل بروفيسور محمد إدير مشنان مرحبا بك أستاذ ربي يحفظ لكم الله رتنا يعطيك الصحة الأستاذ تحيفة أبو على طيب بارك الله فيك ربي يحفظ أزيه بدي دكتور بوطابة نتمسلاي في الحوار داخل توشولت لو كان نخسن السن ذا شوث الحواراكي ما كيعرف أني مسناو من العين من نفس بسم الله الرحمن الرحيم ذا الحواراكي الحواراكي كشم ذي يسعى الجانب الثقافي أثناء تفضلت تدس الآية القرآنية جعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا كلمة اللي تعرفوا يجني المعنى هذا من القرآن هي غير المعنى هذا من القرآن خاطر تعرفوا ذا المعنى ماشي صياد الحاجة اللي قرويك تيني ذا الصح ماشي ذا الحاجة يتصور ذا في الغشي تيني ذا الصح إلا قا أتفك ذا زالي مانيك أتفك ذا الوقت مانيك أتفهم ذا الواقع أتفهم ذا الغشي أتفهم ذا مذا نشوف غان أتفهم ذا الاحتياجات الغشي ذا شوت دونك لا ذا جاتو غلط ذا موسناو اسيسي نظين هني ما الا تو غلط سنظن شتاكي ثقافه الحوار اتو غلط كشمو قرويك ام ذا نذي غلط ذي شعو اذي شعو ثقافه الحوار اي غر خطر اذي فهم ويظني اذي فهم ذا شو كفغا انت اذي فهم ذا شو كفغا ويظني ثورا مثل جمل التعريف كينيا كينا الحوار ارثو شولث دخل ثو شولين الدفض يقوردان الدفض الزوجة الدفض الزوجة كل يوم يسعى الاحتياجات ينس كل يوم يسعى الطبيعة ينس كل يوم يسعى تصورات ينس ذاكي إلاق كنو تيلير الاصطدام أشو رايلين هذه للحوار لكن ثوى شو تتيلي ذي الاستقرار دونك الحوار الكلمة يقيني كلمة كلمة اجتجان اجتوين الاستقرار على عكس الجدل ني كل يوم كيني سيغ الحق وقيس على الحق النظرين اجصحان النظرين كوت صحارة لهذا إلى قد نفهم باللي كذا الحوار نتائذ الاساس الاستقرار ذي ثواشول سواء ذي الحياة الزوجية سواء ذي الحياة كذا الأبناء أو سواء ذي الحياة كذا الأباء والأمهات دونك ذا نشتاقي إقلان ذا المعنى ذا الحوار دونك الحوار أقلني يسعى زلم قرآن داخل ثواشول داخل, داخل 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 العلاقات أري الجن الإنسان اللي يعيش استقرار نفسي أخذ استقرار اجتماعي أخذ استقرار انفعالي دو كذا قلني الهدف يقلن ذي الحوار كي بون ثورة في بعض الحالات نسل بعض الغاشي زرم ذي مثل ثوى شولث دائما رب الأسرة انت الأب الأب يكسان العصمة العصمة ماشي المعنى سدع كويز المعنى سدي الاحتواء اي غار خاطر الا الاب ذو العقل الام ذو العاطفه دونك الاب كي ناشر يخدم يحتوي العاطفه للابناء يحتوي العاطفه للزوجه اكنت يسير الى ما هو معقول الى ما هو مستقر
دونك ذا كاين المسؤوليه من الاب ذي بعث الحوار داخل التواشلت مسؤوليه سها غزال القران. فهمت ولا المعنى الحوار؟ دونك الحوار ماشي التصارع، بالعكس التفاهم. ذا المعنى الى قد الجضويض ادي فيك الرئيس، الى قد الجضويض اديني ذا شو كفغا. بارك الله فيك. ربي يحفظ استاذ مشنان. الله سبحانه وتعالى ان اللي تعارفوا باش ام يسن ان بدك الايه الكريمه ياكي وانت تمسلي في الحوار داخل تواشلت اما ارياسك متوثيس ارياسك دوراويس ام توثك دوراويس كيف باش يجيلي الاستقرار مني الا نسارة ما هي لي ايلي يوشولي النغ واكيد اذا نوفى الاستقرار ونزمر نير الاستقرار هو شلت اكيد المجتمع النغ اي والفايده زيس. يعطيك الصحه. بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي وشبع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وصل فرحه ثم قران سيد نجمع الدكتور الناطي ذاك اللي يدي تفرج له كثره باش نهضر شويه في الموضوعيه يقسى عن خير لا وزال يقسى عن خير لا الاهميه. زوار ضد الآية أن ديننا ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني ربي مدي خلق المخلوقات العبادية يخلقهن باش دمي السنة باش دمي السنة العباد لازم تهضر لازم وزمير غاد السنغ العبد ولا وزد هضير غرام ويد هضير غرام وعلم غاد شك بغا وعلم غاد شي بغير إلى غير ذلك. فالتعارف ديوثن السنة سنن الكون لكن مثل السنة الجاذبية قانون الجاذبية إلى القوانين الفيزيائية والكيميائية تلا تزايد القوانين هي الاجتماعية. ولهذا قارن العلماء ربي عز وجل يسعى السنن التشريعية يعني ندي شراك القرآن دي السنة ويسعى السنن التكوينية مكيد يخدم الإنسان مكيد يخدم المجتمعات. طيب من نهضر في الحوار المجتمعات زقلينا نهضر في حوار الحضارات باش تهضر انت المجتمعات معناها ديني الحاجه مقرت مليح يعني لانه تهضر نسين العباد يعني ماشي تهضر 70 مليار اللي اكثر العباد فقد ما العدد ديال اكثر قد ما الاليات لازم تسيدين تنظم انت اكثر الوسيله تم زواروت باش هذه اللي التعارف اي كريم دان نوكيس الكره الارضيه لازم يدير الحوار اي الاسره كسوا شوت لانه تصور قشيش مقرد قيوس الاسره ولاش الحوار الاسره ني. ما يفوق الجيران ورسينا راه يخدم الحوار ما يروح للمدرسه ورسينا راه يخدم الحوار ما يروح للجامع ولا السيناره ما يروح للخدمين ما يوطلغنا الجناس المقرن ربما وريت السيناره نشتيا ولكن اقشي شيء ما لا يكرد يفاد بابا سماس وقتي يكرنا كرا انت لو فتكيد مشاور وسلاس انت دبستو حكايه ما غاش ربما يفهم هذا الشيء دي قال ولكن يزرع ام كيخدمنا كني وبعدك شويه شويه مقر شويه يقول لي فهم هذا الشيء دقارن تشبحت كان ومن بعدك يقول ما من تشر كمسيد ارواح اقلا نهضر الموضوع هذا شيء ضريك فالاسره هي يدي كونا اخشي شيء يعني يتوارب بس الحوار كني تتوارب في تلوف الناطرين اكيد هذه اللي التعارف هي مقرن وسبحان الله العظيم القران العظيم يبدا الحوار يعني من غير القران الكريم أول حاجة أنا نغرق القرآن الكريم الحوار لأنه الفاتحة الفاتحة من غير وين الزرن ولا غير الفاتحة ونصحر الفاتحة تزار لي تيس فالفاتحة ديون الحوار لأنه ساند قل أحاديث قصحان مديني المصلي الحمد لله ربي سيدي جاوز سينو حمدني عبدي رب العالمين مجدني عبدي حشما سألني عبدي ولعبدي ما سأل إذن فالفاتحة من تبدوت القرآن الكريم تساند الحوار يا العبد ربي سبحانه وتعالى من الدين إذا غن سبحانه وتعالى سورة البقرة بدأت الحوار وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. يعني إبداد حتى إبليس عليه لعنة الله يعني سلا إلا كره يعني يهضر ربي عز وجل يسلا ياسر رغم إني أعلم داشي قلان ولكن إلا الحوار. معنى ذلك من غير القرآن أيام يعني أول ما تصدت القرآن تصفت الحوار أي واش يدي يسوي نشتيا يزمر دي بدوس الحاجة الناطنية ولكن بدار سالحوار أي إنه يغب اللي باش تفهم القرآن لازم سالحوار باش تفهم سنن الكون سالحوار. ولهذا فعلا الحوار أي غير نتواشولت نير حاشا ما يوط الحوار الإنساني وكيف ديوث السنة يقبغ ربي عز وجل باش تسيليا الخالقة يسوكي. نعم. بارك الله فيك أستاذ ربي شي يحفظ توضيح وذي تسعب الكل. بلا شك الحوار غرش شان تركيزين باش إلا نخسني الحوار لن تركيزين إلا فين بنا الحوار الحواركي وإلا يون الفرق جرن الحوار دل جدال أني أن مسليف بارك الله فيك فوسق سيجيني خطر زريض نكونين نسعى مشكلة المفاهيم دي المجتمعات النظر دي فو المفاهيم نخدم شوية الخلط جارسا زرام الحوار أدي فين دي سؤلوك بندم الإنسان ما رد يهضر طريقة سوى شو رد يهضر نبرة الصوت سوى شو رد يهضر النظرة سوى شو رد يهضر حتى النظرة غرس مرت ولد هي ونس النظرة كي محدقة وزري غارة كي تقارن كي نفسيا وين راك ديس لن ذاين ويقبل راس دين الحجة دونك الجانب النفسي يسعى غزالة مقارن ذي العلاقات فلما رد هذا الرضوك ذا أستاذ نعد هذا الرضوك ذا أب نعد هذا الرضوك ذا ابن نعد هذا الرضوك ذا وكذ تلميذ هذا الرضيدس طريقة معينة طريقة بسيطة طريقة نيغة لبقة طريقة احترام نبرة صوت ما يش عالية الكلمات أول زيذان أول لالي أدجض الفيزا فينك مما يسعى النظرة وثل هارة مما أثنظد الفكرة رزد فكذ نفسينا ذي يرتاح ما إلا يرتاح بنادم ما جيني نفسين ده شو ريضرون أذي يسعى القبيلية قديسل أخطرش ذا المشكلة ذا المشكلة ذي العملية الاتصالية ماشي أدي نظر تسلط إلا قدر ذا الفيزا فينك أدي قفل شو رزدي نظر هادي قبل دي سلد راس دينار ما يقبل يسلد شراس دينار اكن يتبع ادي وغال ذي يركز يدك ادي وغال يحل الفكره ان الركيزه الحوار طريقه التعامل المعامله ضروريه جدا اي خطر طريقه التعامل ادير لعيبه ذرك دي سلن اقدر بطريقه ايجابيه مكيس نقرت ورادي علم نفس الحديث التغذيه الراجعه الفيدباك خاطر الفيدباك الا فيدباك حسن الا فيدباك عنيف دونك لو فيدباك كاين والتغذيه الراجعه كي لقد دوال بطريقه سلوكيه متوازنه ومتزنه تقي ركيزه من ركائز الحوار تسنث وكيد سلوك تسنث الالفاظ المستخدمه الا قتل الالفاظ تخدم المعاني تبغي تصوض الى 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 يلعب النيك تتحاور اتي لي هدف تسعى الهدف خاطر نكون اذا غن مرزني ني مر نحاور يا ونزدني الحاجه كن كنا ادنا وضع الفغينا انت كاين لنا ثاني فاري فادي وضع الفغي ولا كنا ادنا وضع الفغيو اش رايلي هذه وال الجدال ما ثوغ الجدال ثوغ الحاجه النظام بصح الحوار هذه لي سوا ولا العالي هذه لي ضغن وفق اطار منهجي ركيزة من ركائز إلى قين يبغي غادي غير المتصل إلى قضية منهجي أي غير خطر المنهجي هذا شو المنهجي عالمي ولاش ماشي كي تدي اختيارا ماشي انت تدي اختيارا إلى الميزان ما إلا ثرضا ولا كيني ذي الميزان أكدي سل ذي الميزان إذا ما يسعى الفكرة خاطئة سوف يدرك خطأه ويصححه ما يسعى الفكرة أقوى منك أثن في كيضة الزاد داك أنا كيدي حور بالك أنت يسعى الحق ولهذا ممكن من ركائز الحوار وإلا قرا دائما العبد أدي في كل حقي من نس يزمر أين الديني عن كيني غلط أين الديني زميلي صحيح دونك ركائز الحوار قيني سي السلوك
المعامله والجانب النفسي، مراعاه الجانب النفسيه الى وكذا التحور. بون فيما يخص المنهجيه، ما انا نروح على ارثواش ولت الحوار، الحوار وكذي قردان لكني الا قضى مراعاه الله جنس مراعاه ثورة قالوا ذا مش تحكنا نستحفظ الحجة يزمر التحور ماشي حالة سوى أول التحور سل لاعب أزد في كذلوع بمعينة تربوية أتي لها الدفاع بلغت له رسالة، الرسالة أن أتي خذن أتي حل البيانكم من الفوضي القرويس هذه يغال هذه يفهم من بعد هذه يغال طرح الأسئلة نكون في أغلب الحالات الأباء ينزع جمل هذه انت الاسئله صغوري قردان ورك الاسئله اني الهند معناتها في الزريض اين لن ذكس الزريض اقشيشه كيش وكفا الزريض اقشيشه كيس اشو يبغى يفهم از تفهم سل العقل سل العقل ولكن بمراعاه اساليب تربويه خاطر انت الحوايج ثورا قالوا سنين ويزمر هذه يفهم الحوايج راه يفهم من وين 20 سنه ناوين 15 سنه الى قضيه لي هنا تيكذا كيني الركائز الاساسيه ذي الحوار ذي هو شولت كاين نظن انه الركائز كي الى قضيه لي انت ذي وسائل الاعلام من ذاك ذي اللي انت الديكور كي تفهمني الغاشيه ركائز الحوار كني مثلا الاباء فهمان طرق الحوار فهمان المشاكل ديال كلي. بارك الله فيك دكتور. استاذ مشنان نسلو الدكتور متي تمسلي في الركائز، ركائز الحوار حتى الصوت شحال يتيلي علاين الصوت يتيلي الطريقه من بسيطه نغ يتيلي خزر ديس بالك صغيس النصيحه بصح يطوينيس قامت للحشد النظم نغ يتمسلي سيفاس نيس نزمر نفاسك الحوار نولق الجدال لو كان انا نرهش المقارنه جر الحوار ديال الجدال فاشوت. نعم صرا لانت العوامل المشتركه قال الجداد الحوار الجداد الحوار كلاهما الا ينادي هضر ويط ويط ازدر روال ويديني ويدفك الفكره ويط يدفك الفكره نطنين ولكن الجدال ربما يتسيلي في الغالب يتسيلي ربما الفكره كل يوم يبغى ذي قنع ويطنين الفكرين ينطلق تزوره باللي نكيكس عن الحق ويطني ينطلق باللي انسان يكس عن الحق ومن بعد ذاك هذه لي نوع من المناظره قرنس المناظره لانه ما ديلي الجدال قرنس المناظره ومن بعد ذاك وي نديوي الفكرينس ويطديوي الفكرينس وي نديو طل ادي ديوي لي بروف لي زارغومون الادلينس ويطديوي الادلينس ومن بعد ذاك زمرنا ذا وطن غيون الرأي زمرنا كل يوم ذا قمة الرأي بل يحكي التاريخ كي نتسالفت سين على المناظرة ومن بعد كل يوم يتقنع الرأي نطن ويطنين سبحان الله كل يوم بدلا من الآراء يعني كل يوم يقتنع الدليل ويطنين وهي الجدال ماشي دائما داين ذي هو الجدال ما ذي ليس العصبية ما ذي ليس يعني الكراهية ما ذي ليس الاستعلاء مدي لي استشنج ويد الجدال يهوى يعني ماشي ولكن ربما مدي لي الجدال عباره عن شيء فقط لانت الافكار بالساحه الفكر قلنا ثم بعد كذا نجمع عند عباد قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ربي عز وجل ينزل القران الكريم ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن معنى الا التاريخ سواء التاريخ المسلمين وقبلنا الحضاره المعاصره المناظرتين فالجدال عموما التيلي غير فكره كل يوم يبغى يضرب الفكره يسيق صحان ولكن يبغى غادي يقنع والناظرين ولكن يسعى الاستعداد باش هذا يسل ويطني ذا شي ادقار ممكن التاريخ الناس اللي هي المقوله عزيزه سعية القيمة ذم قران ذم قران إن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يون قل أئمة قران المذاهب الأربعة إن رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب وش معنى معناها أن كي رأيي يباني هذا الحال بلي أنت الصواب لأنه لو كان يدي بان هذا الصواب ما نتبناش هذا الرأي صحيح ولكن كي بالنسبة لي
ورقبي الغارة راي لم يبني يدنتاني الصواب ولكن الراي يتغير يصوب ربما هذه اللي غلطة شحال حياتي ولكن غلطة ورأي ويطنين خطا يعني كي يبان يدي غلط يبان يد لانه لو كان زرق في صوب الا قدونا راينا ولكن يحتمل الصواب لو كان السلغ ربما يدي سبين باللي الراي كان الرئيس وهي مدينة الجد المناظره او الحوار العلمي في المستوى هي اكيد ضياوط بمعنى الجد لا يزمر يدي حتى هو شلت إزمار ديلي إزمار ديلي إزمار ديلي إزمار ولكن مثلا شو قلت وشلت ربما القضية ستجدت مثلا بغنا مثلا بغنا أدفون هذا أعلن العطلة أدفون العطلة طيب ومن بعد غني دار روحا أو قصار روحا كل يوم شو بغى كذا وكل يوم ده شو بغى ويد الحوار لأنه يعني ليش الحاجة الحوار نساد أن مشاور باش نوط الراي فوي غادين الرئيس ويدين الرئيس وما ما نولش على الفكره هي كل يوم يسعى الفكره ومن بعد ولكن يزمر هذه اللي الاسره الحوار هذا يقول ماشي ماشي المناظره نغض الجدال ولكن ربما كل يوم يسعى الراي ولكن يبغى يا اما هذه قنع والطرف الاخر قال الاسره نغض الطرف الاخر اثقنع مثلا تصفط ديال الشابه كيا يبغى يوطد غسين الزواج مثلا انت ساعي ساعي كران الرئيس عجباتك راه نتخشيش الى غير ذلك ان سي مولاني سي مولاني ربما وسن عجيب راه الراي منين وهني ساعان الراي من اثنين تصفت راه ماشي القضيه لم تنطلق من الصفر معنى يوي انت ساعي ساعي الراي اي مولاني ساعي ربما اي مولاني ساعي كل يوم ساعي الراي حينئذ هذا نجمع انت ساعي ديني الرئيس أديني الرئيس أديني واش اختار الرئيس إما ستسيني أكني بابا ستسيني أكني يقول نوع من المناظرة لأنه تصفتكت الرأي وتصفتكت الدليليك وتصلطي ويتنين ويتنين أكديسل باش تتوطن غير رأيك صحا ثورا إجمعيهن دوكيت الإطار من الحوار ولكن يتقرد نطلق بالسفر كيا ربما ذي الحوار بسيط ولكن الناس كل يوم يسعى الفكرة أن يسعى الدليل سعى دينات فحين يدين الذي يقول نوع من المناظرة نوع من الجدال نوع من الإقناع يعني المتبادل ولكن وي نحتاجيت وإذا غن نحتاجيت نعم بارك الله فيك أستاذ مسنان دكتور بوطابا أكيد الحوار غرس الأنواع أحاور ديون أكيد ذاك تيج برك أكيد ذاك سن أكيد ذاك التجمعات ماشي كيف كيف أنا مسلي في الأنواع الحوار هذا صح يعني تكمل غروة ولا الدكتور مشنان الأستاذ الدكتور مشنان أنه الزريض لا يهضر ده في القضايا قضيات صغلي ديوت القضية صغلي ديوت تمسالت إلا المنطق للمعاملة وخذ القضايا إن تيد رأي صواب قد رأي غيري قد يحتمل الصواب رأي يحتمل الخطأ رأي الصواب يحتمل الخطأ وغيري الخطأ يحتمل الصواب العلماء المنطق سيزيك حتى أولادي المنطق الرياضي هضرنا في القضية ذا شو القضية القضية دائما تيلي سيتي بروبابيليتي اتي تصادف طفلة تصدق او تكذب ولا شو الساعة يعني ذين ساعة تحتمل الصدق اين يخدم العفو ذيوك يحتمل الصدق والكذب اي غير لان المنطلق العبد ليس معصوم يزمر دي غلط ثورا نروح سي المنطقه كي ذي ثوا شو التقشيش مشطوح الاليه تقني للمنطق انت الاليه الاوليه تيم زوره الى قسم صحفه تقول ما يلم زي ولا ذي الالعاب بين الناس تفكر مجموعه من الالعاب ذي لعب مثلا ذي خدم انت راك اتي سلحوها في الرايات النيل انت اللعب يلعب اسك صغا مرسول ترانا اسك صغا مرسول اللي رايني انت تي ولي هذه الحوس دي غلي اسني غير يقد اي غير يقد يغلي اكدني غليت باسكو لا رايا كيني يكزم سا مرسو دونك ذا كيني لا منطق انت انا كينا كان ذي فد هذه فد لافري هذه كمل لافري دي سي لا قضيه لا كاكي دونك ثلانت الاساليب المنطقيه كي فون ترانكول كير وقشيش سلعقل سلعقل يستوعب باسي وثي وتحسب الطاقه ينس حسب ثورا بون ذا كيني الدور الاباء دي ثوا شولت ماشي كل تمثالين الى قضيه لحوار جماعي
لانت تمثالين عند يون وقشيش نايو تقشيش الساعة مشكل إلا قضية هذه لي حوار فردي. نعم هذه لي حوار فردي وكي نوع من أنواع الحوار. فديرت رأي فو با بنادم هذه طالي يروك المشاكل في الطفلة يروك سلن خاطر زرم سيرتو مال الإخوة أطاس دونك أتدم المشكل تقشيشت إما ستيطف تحاور معاه بالتشاور وكذا الأب سالعقل 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 يتحاوروا أقشيش كيف كيف هذه لي التحاور مثلا ندم امام المشكله قال ناقشيش يبغى تقشيش يبغى صياغه وقيد المثل الحي ثقيله قضيه لي حوار سلاق لا غير خطر يكشم الجانب الانفعالي داخل زيد الانسان اذا كان تغلب عليه الجانب الانفعالي وزمر صعب ليه التحكم دونك لازم يلفو لازم تهدئه لازم اسلوب حواري بسيط ماشي المصدمه خاطر لنا كذا دي فوا ادى فكره الاباء كتش من ذي الاصطدام انت الاصطدام ني تاود البلا الا مشكل الا قد جض قشيش ني الا قد جض الشاب ني يهدى سلعقل كتش من ذكر الاليات شل مشاكل يتعالج جهه الزمن نعم شل مشاكل آه الزمن يتعالج مسألة إلى قصد جذر الوقت المناسب إمرتني إلى قصد جذر الوقت إلى قد تختار الوقت المناسب مرة هذا رضيذس إلى قد يختار إلى قد تختار وياه هذا رضيذس لنت مواضيع ولنت بعض الأمور الأب ريه هذا رضيذس لنت بعض الأمور الأم ريه هذا رضيذس أنت تذقني الأدوار مشتركة لتهدئة الأوضاع لكن ترضو قرو ذقني في لاري ومن بعد الزمرض الدرضة فريد التحاورض بطريقة عقلانية ولاش الانفعال يكون إذا جي للأسف نتولي ذي أغلب الحالات خاصة يقول ذان ذي سين المراهقة كتمن ذي اصطدام عنيف أكوذ الأولياء ذا جي الدور الأولياء أنه احتواء هذا الاصطدام احتواء هذا العنف الانفعال جيني أكنا ديوال يمر بردا وسلاما مكيد قارن أكنا ديوال ذي الحوس لا عقل كان وقشيش نياذي هدا ومن بعد سلاقل تلقل هذا المشكل إذن إلى قسعة الخطر إلى بنادم الذي يسعى الخطر خاصة الأباء والأولياء ثلاث ورا الحوار الجماعي وقل الحوار الفردي وأمر أساسي جدا ذي أي أسرة ثورة الحوار الجماعي أنت أحسن وسيلة أن الأطفال يتعلموا الحوار الجماعي من خلال ذي لنذجن كيف ذي الطفلة أدي لي موضوع معين أي موضوع المهم انه كل يوم ندي هضر ادي فكر الرئيس لكن ادي تدرب في السمع ادي تدرب في اول ادي يغلى ذي يحفظ بليك الغاشي الى قسلن انت الى قد يسلي الغاشي ماشي واحد يقول لا داقيني هذه اللي حوار جماعي اللي تطور شيئا فشيئا ادي يغلى قشيش ادي يسعوا الشخصيه الناس ادي يسينا شو الحوار مري روح ارفر الجيران يسعى الاساليب يسعى الاليات يسعى لمنطق الحوار ما الذي يروح على القرايه ينس هذه قيمه كذي مدوكالي يسعى الاساليب واكثر من ذلك هذه يسعى اسلوب الحوار وكذي المعلمين ينس لا. بارك الله فيك دكتور ليش انت مسألت قرن فن الاستماع خاطر عطاسمي الدني هو شولين برا انت وشولين المدير العمال كذا ساعات وده يستغيش الفرصة باش هذا يسل مباشرة نبدي ذا مثل ذا هينك ذا كذا وانت ماكش عارف وانت كذا وانت كذا وقارن المتكلم ينشط على قدر سامعه بلك راه شووال قصدتيني شحال شي سحبس هذا تلفها مسليث وخص داهين يذهمو وهين يذهمو ان مسلي شوية في الاستماع سبحان الله يمقرن نفهم قرن الحكمة قرن حكمة بسيطة ولكن عميقة خرس المعنى ده قرن قرن بلي ربي عز وجل يخلق دي العبد يوني يسكن باش يدي هذا أيوة. ولكن يخلق قصد ربي عز وجل سن مزغن باش يدي سن معنى ذلك انه ما تهضرت ديون امور لازم تسلط سن امور ويد الخلق الانسان يخلق يسد ربي سل فنية يعني فن الاستماع معناه العبد لازم يسل أكثر وربي عز وجل شدنا قل القرآن الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا تشد بذا ربي عز وجل
إبداد السمع. السمع. والسمع هي أكبر وسيلة في التلقي. الله. السمع. ولهذا إبداد ربي قبل البصر ينادى ربي عز وجل. ربما خلال العبادة قال أعلن الحبيبتين وكذا، ولكن السمع يسعى الأهمية للحياة الإنسانية أكثر من البصر، لأن المعارف وكيف تسد بالدرجة الأولى السمع أكثر من تسد البصر. ولهذا العبد لازم هذه المدى مكان هذه السل. شوف من كوني من غرق السيرة وشبيح النبي صلى الله عليه وسلم بس يعني تزورا وكيف مكة المكرمة إمي تبدأ الدعوة وشبيح النبي صلى الله عليه وسلم يسيزد الوليد بن المغيرة يهدر النبي صلى الله عليه وسلم يهدر الهضرة مقرن شوية قعرا، ولكن يهدر النبي صلى الله عليه وسلم يسلك سيقطع ركز الهضرة ينس داش يسين النبي صلى الله عليه وسلم الناس هل انتهيت يا أخي دايم يعني موت فوق تراثا ما زال تنسى العيد إمي قزارة بالله يسوسم المفروض يسوسن دايم، ولكن مع ذلك أكد له الناس يا هل ترى فكت الهضرين كم دواليك خلاص فكت واليك ما فكت واليك ما سمحت يد هضرة مو فكت واليك ما زال أقلين ساعة غسيني مزوغن زمرة دعنا تسلع تشي تسنط الناس نعم إمرنين يزدي هضر النبي عليه الصلاة والسلام. قيل بني دسينا بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم أنا. كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون بشير ونذير إلى آخر الآيات ومن بعدك الناس إن عليه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر يعني يزرب للقرآن مشيد لهضر العبد كي يسعى السر ولكن الشاهد أن سيدنا رسول الله يسلاس يسلاس مع أنه قبل سيدنا رسول الله زوردة ولن تورو سيدي ربي يسيغ الفرصة إبليس ويسلاس وكذا ويتمسلاي وكذا ويترف اللاس فالأدبين لأنه أكنني زمرت باش كيف فهمني غا تفهمت ولكن أشتاي إذا شو يار العباد ويسعي وإن الأساس ذا شيء الأساس لازم الاحترام خاطر العبد ملك تشير تصعيط يعني قل نفسيينك قل عقليينك قل نيينك تقدرت وإني قد يهدرنا كنا ما تصعيط لقدرنا الاحترام مني أثناء السلطة صح. ولكن لو كان ذي للتكبر يغذي لي الاستعلاء يعطين داشي وهي السلان كي زعما كني كان سلغاس ولكن كنت سعيط راني نطري ولهذا المنطلق من الحوار لازم ذي لي المنطلق الاحترام يار ويدي قهدر سواء الاسره ني قبرا ولكن ذي لي داغ من اجل البحث عن الحقيقه خاطر واش يتحول هذا باش هذا حوسخ في الحقيقه ربما الحقيقه ني فاش يتحوسها تنغويه ماشي العبد الناطق ولهذا حكاية القرآن الكريم بسورة الكهف يون من الأنبياء المرسلين من أولي العزم من الرسول سيدنا موسى عليه السلام ولكن يسعى الحوار ديون عند أكثر العلماء ماشي ذي النبي الخضر عليه السلام ماشي ذي النبي ولكن يسلز ماشي ازدقار كذا 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 إلى غير قل أسرة داغن كيف لازم العبد هذه سلم مليح شوف ليس متقسيط وشبيح النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قبل راكيا شوف الحوار مع الاحترام والتقدير إلا قل مجلس كيا قيمنا كيا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مقرانا مدنين مقرانا مزورا وكيث ومن بعد ذاك الا انه هنا في الجهه تظلمات في الجهه اليسرى ويون داك الشيء جذب سطوح الا في الجهه اليمنى وينزل الحاجه تيسو اما اني غدا شو يسوى النبي صلى الله عليه وسلم السنه ذا شو هذه في كيوننا في الجهه اليمنى ولكن يوفق الجهه اليمنى يذب سطوح الجهه اليسرى دي مقرانا وللجوزه بسطوح الناس وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس اتاذن لي في أن أقدم هؤلاء يعني هل ترى إذا سامحت باش يعني الزوير غير مقرنين يعني شوف هذا الحوار يروج هذا شيء الزدين هذا شيء الزدين وقششنا إن يس لا والله يا رسول الله إن يس قلت سامح غير ثلاث أيام إيوا شو إن يس
الحقيو الاثار يعني اللعابيك وزمير غير سامحانك يبغى غادي يوي البركه ويشبه النبي صلى الله عليه وسلم لانه ما يسوى قال قال ان اني يبغى غادي يوي الاثر البركه ويشبه النبي صلى الله عليه وسلم معليش المعنى هي ولكن شوف الحوار قال الاسره يسلاياس يهضراز وفعلا في الاخر يفكايستي وقشيشنا ويفكارا مقرانيا والمشاهد كثيره على كل حال ولكن ربما من ناحيه التنظير التاصيل الفني استاذنا المتخصص ولكن ممكن ندناوي كلا الامثله كيا السنه النبي صلى الله عليه وسلم باش نعلم باللي من الاصول يتم مقرانين الدقار علم النفس علم التربيه ولكن ساعه تكويت الاصول السيره النبويه. بصح بارك الله فيك استاذ. لنت اتصل تغوسي وين يستخسار الحوار استفساد الحوار يعني تعويق الحواركي ان مسلي في اللازم يعطيك الصحه. زرام الحواركي الا والله مكثر ديو تقسيط من سقراط يسد يون يون مذن الغرس ان سنه ثانو سيغ ديك دينير اشو دينا فلان فلاك الناس وقف لا دينا اشو دينا فلان فلاك بوزيغ كذا تمثالين الناس اين كيدين هذا اش كينفع اش كيدين ينفع فالميزان كل شيء الميزان الناس لا لا ينفع الناس الله يرحم مات الدنيا الناس صح هذا انا سيدي نفترض انه ينفع الناس يا هل ترى اول قيد صح نتاكدوا اش كان ولا قيد صح الناس وزري غير ما تصحنا على الناس هما لا مو زري غير ما تصحنا على خاصو سم دونك بنادم راه يطرح الفكره ما راه يحاور وكذيون الى قاد هذه سعو فكره مؤكده الى قال الفكره ينسى تيني اتي لي موزونث ولا اتي لي موزونث مليح مليح مثلا موزونث مليح مليح وين اللي تلقاها اكدي سل هذه تستخدم المخيس تي كذا كذا الاليات واللي هذا الامثله يدي فيها الدكتوره في الرسول صلى الله عليه وسلم امثله اجرائيه امثله اجرائيه لانت ذي الواقع الواقع عندنا لانت ذي الواقع عندنا نتعيشي ذا نشتاقي ثورا انشتاقي ذا شو تيتقابل تقابل انت كذا كاقي المعيقات المعيقات تاقيني كثر الحوار من جمله المعيقات اللي دنا كاقي في سقراط لا معنى ذي ثوا شولف الا يون المعيقات المعيقات بالك سلوكات يوميه مثلا القسوه 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 زرض ادي ساكيرو ادي ينطق يعني روح مازالك مشطوحه وهاد الضراره وكتك وتلي رق موشي اخذ منك دينار سوسمار تلقي قساوه دونك تلقي قشيش دين دائما هذه اللي ذي الكبت ذي الكبت ذي الكبت ادي تاكود هذه غالى الانعزال الا الاهمال 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 في حد ذاته يغلظ القسوه يعني واستكثر زال واستكثر الوقت وقشيش ورث الدر ضيدس ورث لاف ضيدس ورث تقارض ورث استحفاظ وكيد الاهمال يتود المشاكل الطفله هذه اللي من هنا يهضر نيدس هذه تعود دائما الشعور بالنقص ثلا ذا غنا ايوا تمثلت النظام تلقي دراسات ميدانيه الحمايه الزائده لفشوش من لفشوش ني مي 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 بالك تغليظ بالك كاكيب بالك تخدم هذا كان كاك يخدم من كلش كاك كيستن الحمايه الزائده كيني الطفل يفقد الثقه في النفس ما يفقد الثقه في النفس وزمير هذا غادي يتكلى في ماني ساكن غادي يفكر الراي غادي يصلي الراي يتراجل دائما بون لانت بعض الدراسات الاجتماعيه سقي لنا ينتد الدكتور مشان ما يدي هضره في الحضارات هنا كي مليون الملايير من الناس راهي تحاول تحور نكوني كل ما رناند الغاشي دخل هو شورت كل ما الاحتياجات مقرث كل ما الاختلافات مقرث كل ما الحوار ذي غل صعب دونك حجم الاسره الدراسات في جننت بليك النمبر التواشولين داخل الاسره يسعى 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 الاثر مقرحا في العلماء في الحوار الاجتماع في الاسره الممتده للاسره النوويه لا الضرر في اولاد الاسره النوويه اولاد الاسره النوويه الاسره 10 قمذان نكله الاسره 4 قمذان ماشي كيف كيف صح نعم
غورنا نكون ذي ثمورثنا الأسرة الممتدة الحوار ينس الحوار قائم قائم على الاحترام أي غير باسكو دائما إلا الجد نتساغي المعلم نتساغي الركيزة أنشتاقي ثوريك ما سيتصرحوا صح ديال مجتمعنا الأسرة الممتدة كما سيتصرحوا الأسرة النووية ديجا الأسرة النووية فيها مشكل الأسرة النووية ديجا أنت عايش الزرام صفحة رجزة دي روح على الخدمة ثم تفتح على الخدمة رشة دي روح على الكل يعني وتغيمنا ممكن وتغيمنا لسنا سوايا كيف كيف أقول ذات دي وثم دي سخاء ما في الخمسة أخذ ومن بعد روح ريفيزي القراية إنك نأخذ متمرين إنك ذين ذين ذي الطص ولاش لا يعني ولاش الوقت الطاس عندنا ذات وشلت وجد المشكل وجد المشكل وجد المشكل ذم قرحان إلى قليل إلا ذا إلا ذا غنى صراعات صراعات يقلن داخل الأسر ملن صراعات صراعات يقلن ينعكسوا سلبا على عملية الحوار دونك في كذا قلن المعيقات بعض المعيقات يقتلين ذي الحوار ذي توشل بارك الله فيك المسلية في الشان الحوايج لن تجان الحوار والتيلي شخام مثلا المسلية في القصوى وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه هم أنا مسلي في الرفق وما تيزم الرديا والرفق أكي يوشولت مسلي كيف في الفشوش صحلا يجون يجلم مثل يمارو فلان تربى في لقطن لكن قرام أنا مسلي في نعم مثلا التوازن ذي قلان لأنه القسوة اللي ملا زاد في الحديث تقول مدمرة يعني تقول ذا الفشوش اللي ما يزاد في الحديث ذا غنى يقول كيف الرفق مطلوب ولكن ربما يار الرفق ذي التهاون فيوث الشعرة تبسطوح لكن يقلان يار لكن يار الشجاعة قال الشجاع المتهور إذا الشعر تبسطوا حكاية كان ولهذا توازنيا يسعى لا شوف الشرع عندنا ممكن الرفقية ذين يعني حاجة مقدسة وتزيد بجودة غن الأسرة لأنه العبد ملا تنشئين ستربيين بيئة غير رفيقة ومن بعد كنت سمى ذي مورا ذي يقول طارد للرفق وقبل الرفقة في الغالب طبعا الزمنة ذينين حالات استثنائية شوف سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يلخص ديوث التجربة ذو شبيح النبي صلى الله عليه وسلم ازداخل وخام لأن كنا نهضر في الحوار الأسري ازداخل وخام إناد خدمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام سلسلة 10 سنين 10 سنين ايق العمر تيديني الحاجة خدمة اختي واش يتخدمت ديغ الحاجة غير متجيغ واش يتجيت سلعون فكاية ولكن يتجاب انت تكتشف الصوابيس انت كان تكتشف الخطائص التجربة تنتقيم ترى 14 قرن زمر العبادة هذا خدمة تجريبية حاشا ما ذكر الدنيثية فهو يد الرفق وشبيح النبي صلى الله عليه وسلم يساد يون الأعراب الأعرابية يعني عايش ربما قبرة الحياة نسن شوية قاسية. طبيعة الحياة قاسية ولهذا مام تصرفات نسن ثوين طبيعة طبعا الحياة يساد يفا النبي صلى الله عليه وسلم يتسود وشوليس يتسطفهن كذا الناس أو تقبلون أولادكم يعني يكونوا يتسودنهم دريانون كذا الناس نعم الناس كيسا 10 دريان أكثر الناس قلع مرتون السودن غيون الزكس الناس نبي صلى الله عليه وسلم تبغيتك خدمة إذا كان ربي عز وجل ربما يكسد الرحمة قولي فشوف الرفقيين مخيين يكسدوا الرفقيين يسعى الأثر الحوار والسنية كان اللحظة النية هذه يسعى الفايدة لأنه العبد ما لا تعمل تسرفق يزمرك دي سلم ليح
مثلا جمعت جبدت الثقه ني، ولكن اذا غني سعى الاثر وين يدي الدون، لانه وين هذه تشبع الرفق ني اثين قلي ويذ الناطنين ويطني الناس وين ويذ الناطنين، وهذه قيم الرفق ديوت العمله سي تون موني هذه قيم هذه قيم تشدو الرفقيين الدخول غداغن في التقدير، لانه العبد التقدير يعني عموما العبد ما له تقدر ترى، ويعني الرفقه التقدير ديال الاحترام تدون مع بعض. حكون التاريخ يوث يستاد يونس قاس شويه الحاله شويه الاقتصاديه كذا سعر شويه، فالقبائل اللي تمدين كل شيء عند الوفود الخليفه باش طلب عند المعاونات، ومن بعد كل يوني ويد شي عندي مقرانة نقص عن تجربة سوى يوث القبيلة شي عندي يون أنجان فتى هكذا قاعد فتى يعني شاب صغير هضر ندوك في مقرانين ما يدوطوا لنا باش ادي هضر باسم القبيلة ينس، أما كني يوني ندوثو في مالوك لنا شي عم شي عم دقشي شي الناس قشيش الناس الخليفة الناس يا خليفة المسلمين نعم كي سنة كنا الناس لو كان الأمر بالسن لكان في هذا المجلس من هو أولى منك أكبر منك سنة، لأن العبادة أكثر هيك العمر لو كان القاضي العمر أثي لقدوا إذا الناس، ولكن مدن على كيد الخليفة بو عنك سالعقل يقدي في ربي عز وجل سالحكمة يقدي في ربي عز وجل، ولهذا الناس جي عند هضرة ومن بعدك حكمت في الهضرة أسكي يدي هضر ولا شو ندي هضرة من تسا، وفعلا يويد الحقوق انسى يويد الحقوق الناطنين، ولكن وين يكشم قل ادب من الحوار، ولعل الرفقيه ادب الحوار، ولكن الادب يكسى عن ازال مليح، وبقدر ما يتيل الرفق النوط غير النتيجه بقدر ما يروح الرفقيه الا العنف ذو الناس اكيد تسيل النتائج، ربما ذي للحقد، ربما تسيل الكراهيه، ربما تسيل الاحكام المسبقه هو السنية وين يدي الدون. بارك الله فيك، لانه احزاو لا يرباني هو شولت يسعان الرفق يدحزوني لا يتيلين يتشاد الاستاذ، تحزوني لا يتيلين يتشاد المسؤول، تحزوني لا يتيلين يتشاد الامام، تحزوني لا يتين هم استاذ تسدوا الحاله. نعم بارك الله فيك ربي شي يحفظ. المسلي في الشان العوامل في المسلي اني مسناو انا تفسيتي تاثر في العلاقه الأسرية خاصة فين يعني الحوار في الأسرية يعطيك صحة، يعني زريضة ثانثو سد ونشيني وكذا الأستاذ أي غرة مردي هدرة في الرفق الرفقة جي ذي علم النفس نكوني نقرص الاحتواء يسعى تفسير نفسي ذا شو ذا الاحتواء إلا قذي ليون داخل القسم ذا الأستاذ اللي يحتوي طلبه داخل تواشول ذا الأب انت مصدر الاحتواء انت المركز الاحتواء لا شو الاحتواء اي غير الاحتواء خطر ذي فرا ذا شو قلنا لين صدمت اقشيشي فغاكا فمطوس فغاكا ثقشيش فغاكا كل يوم شو فغا ثورا انو ذا المركز ذا الاباقي مريلي يحتوي الى قسادي جيري يرك المتطلبات ذا شو سيلاق انك نادي جير المتطلبات الى يحتوي يرك صدمات انتثتي وين اي عرفتي ياوي لكن نفتي دير بطريقه ايجابيه وقذ الرفق ام كثي دير بطريقه ايجابيه استي دير بطريقه ايجابيه ما الذي فهم كل التناقضات صراعات والتصدعات قلان هذه يخدم منهجيه واليه لك قرويس سوا يسار يسلحوا اليه هذه كل يوم سم كانيس اسيف كل يوم الحقيس بلا ما صدمت اني خدمت المشاكل. لهذا من العوامل المؤثرة أم كتقرك شو العوامل العلاقة الأسرية تواصل تواصل إلى قذيلي تواصل إيجابي مش تواصل سلبي، والتواصل الإيجابي يمر بالاحتواء إلا رب الأسرة يحتوي الأمور صدمت نيرك وذي أمو برشوك هذا وثنتيرك وذي قيس انت هذي صمد، ولكن يسعى لعقليس لعقل نيشو يخدم يضبط الامور سلا عقليس يضبط الامور سي منهجياك نذير كل يوم سم كانيس الحوار ذي الحوم لما لنتم بعد صراعات ومن بعد مجادلات كسان تار المعنى.
باختصار برك دكتور. معليش انت موضوع شيق يعني لازم نقيم ذكي. لن تغنى بعض العوامل المؤثرة، بعض الأسر تعيش ضغوط، لن الضغوط النفسية، ما ردي لي الضغوط النفسية لأسباب، ممكن لأسباب خارجية، هذه اللي ضغوط عائلية، ضغوط الوراثة، ضغوط المشاكل لقي. لن الفقر مثلا، الفقر وخاصة المشاكل لقي المجتمع نغ الوراثة، لن الغاشي يكوثني كي مثلا يقول لي ونتسنى أنا في الوراثة أتسنى المحاكم وركل لي لابلي باردي المحاكم في الوراثة. دونك سي كذا كيك الضغوط، إلا الضغط الأساسي الضغط مادي، لأن بعض الأسر تعاني من فقر، تعاني من مشاكل مادية، إلا ذا غن المشكل تاع العلاقات الزوجية، إذا كانت علاقات زوجية علاقات يعني مفككة فوكذا غن يسعى التأثير على الحوار. ظن العلاقة غير الإخوة، يمكن جن داخل هل هي علاقة أخوية، علاقة مصلحية، هذه العلاقة اني تصدمية يكتوين أتصل المشاكل. يعني وجب باختصار بعض العوامل المؤثرة. لن تظن الحواج اني ظن في بعض الحالات دايلا الأب يكون بعيد، مثلا يخدم بعيد نا غريب نا يخدم ذي صحراء انت يزدغ ذي الجزائر يعني انا وخم صحي بعد انا وخم انا وخم فينا انا وخم صحي بعد يعني البعد كذا غن الا تي كذا قال يعني بصفه عامه بعض النقاط اللي هذه في كل العوامل اللي تاثر في العلاقه الاسريه. نسلوا الشلال العوامل اللي تجين الحوار والتليش كخام يمسلي في وطاسنا الاسباب امرو ان مسلي في الفوائد الحوار المسلي في العلاج أنا مثلي ميك متعلق باش نصفغ الأسرة يسعى للحوار، نصفغ الأسرة اللي ينفع المجتمع. باختصار دكتور بيقيمش الوقت هيدا أكيد بقدر ما مولر الحوار تسيلي تخل المشاكل الخسارة، ذا غنى وقت يقل الحوار تسيلي خل الفايدة، والحوار يشوفه دائما غثافاث ثفاث أيام تنفع اولا افراد الاسره وكارسا كل يوم ذي انتفع في الحوار خاطر يزمر العبد هذه بدو سيون الراي وليسين راه تصفطوا يطلينا الناس دي السكن بريد اسافت ربما مقرني غلطوا لكن ذا بسطحني انا دي السكن بريد ابسطحني يسعى الفايده امقرني يسعى الفايده لافراد الاسره النطني يسعى الفايده ملا كل يوم الأسرة يوي الفايدة الأسرة اللي ذا غنتي اللي لباس عليها عموما الأسر كوشيا يكتل الحوار تمشاورا نهدرا وكيف الأسرة هي في الغالب الأعم أسر متزنة تنجح ولباس عليهم وثل العدالة التفاهم تلا الاستقرار غاس ساعة نكرا الصعوبات ولكن ديما زمرا صعوبات إلى قذيل صعوبات إلى قذيل ولكن جوز الصعوبات نعم قرن الاستقرار يتويد الاستمرار الاستقرار يتويد الاستمرار إذا انت يسعى الفايدة أوقتي الأسرة تستقر الأسرة لأن كنا نهضر الجيران هذين لاباس خطيئة صح لاباس الجيران تنت لهنا الا لهنا تصفطيون الجار لاباس عليه الاسره ولكن الجيرانيس ديما قشوا القلهول ممنوع هذم هوال الدريه العموم هذم هوال اللي مقران هذم هوال ولكن وقت قال الحوار الى الاستقرار قال الاسره اللي تبسطوح مام الاستقرار اللي غادي هو تغويض الناطني ولكن دا غادي هو غا المجتمع كيقدم اقشيش النية قوشي يقتوا ربان قل الأسرة قوشي الحوار الهدوء الاستقرار ماذا يروح المدرسة تصفت التوازن النفسي التوازن اللغوي التوازن في المعاملة ذي المعلم ذي التلاميذ السلوك معنى ذلك الحوارية يسعى الآثار في نفسية البنادم يسعى الآثار في الأسرة قوشي قتسيليا ولكن يسعى الآثار من في حل المشاكل المستعصية نكون عندنا ويا تقسيط ربما شيء من اختصار في الحديبية اسكي قريش الراند النبي صلى الله عليه وسلم وسجينا راه باش هذه روح هذه على العمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم يلا نحبس العمرة أن الحلق الهدي إلى غير ذلك الصحابة ورقبلنا ثلاثة أيام
قولي سيت فوق للحل يفوت الحوار أسري يروح النبي صلى الله عليه وسلم غطم طويتش أم سلمة رضي الله عنه ساتن داشي قطران وغجينا لنكوني لازم نروح ولكن يمدك لي ويام ورقبنا لثالف ثيم كانت خدما سفكاي يصدر رئيس ناس وكان يميس شكور تاك دينيا إن يستخدمين يقل زمن تعديت أثناء خدمنا كنت خدمت وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم يزلال هديني يحلق الأخر يعدى إمي الزرانة كنا وفان بالله سيسير يعني الحزم الاحتواء يعني ولكن قولي سيدي يسال رأيي يساد من خلال حوار أسري يعني الحوار الداخل نسوى شولت وشبيح النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك أستاذ الدكتور مشنا في التوضيح وذي تساد الكل الفايدة أنوي خاصة ناقصيتان قارث في مسلية الحوار الأسري ونزرو أم سلمة أم سلمة صيغان الحل وسلك الصحابة عليهم رضوان سلك المجتمع وكذا وسلك المجتمع يعني الكل حوار داخل الأسرة يسلك المجتمع وكذا بارك الله فيك ربي يحفظ. كختام المسلية أولا كار أدلنيني في الفوائد الحوار دكتور فوائد الحوار يسعى فوائد سعيد من نفس على كل حجان يسعى فوائد فردية يسعى فوائد اجتماعية هنا الفائدة الفردية تنمية الطفل بطريقة سليمة متزنة هذه يسعى الثقة جيمانيس ما الذي فار برا يسعى الثقة ما الذي روح هذه غير يسعى الثقة هذه لمواطن ذات ثقة هذه هو المواطن صالح تجي من الناحية الفردية من ناحية الأبوين الحوار ذا شو دي سفجانن انت نوع من الإسقاط نزوات ورغبة الطفل يعني يعمل طبلو دبور نتكروس ما إلا وش عين ترى لي لومبني إلا المشكلة أتكولي تكروس الحوار ذا شو دي سفجانن يسفجانن يروك اللي يسفجانن يروك اللي لومبني بقشيش شوك ساعة داخل لوق الرويس دونك الأبوين أتظرن ذا شو كفغا أثعيونن أتظرن ذا شو دي المشكلة ينس أثعيونن عن طريق الحوار ذا الجانب الاجتماعي زريض أتسكرض إيقور ذان ما إلا تعلم من الحوار داخل ثوى شولت الحوار انه ينتقل المدرسة ينتقل المجتمع ينتقل المكان العمل وتسيلي انت الصراعات ما إلا ولاش صراعات إلا الاستقرار كل شذي لحو أم تماشي انت ما إلا ولاش لانت صراعات لانت نزاعات وقبسك ولاش ثقفت الحوار دائما الهلا غتحفز اما ذي القرايه اما ذي اللوزين اما ذي اي ميدان من الميادين ولهذا نظن انه احسن وسيله للتعايش وللتعارف نتسد الحوار واننا نعلموا الاجيال ثقافه الحوار اش نقدم الاليات للحوار ومنهجيه الحوار بطريقه علميه. فضيلة الدكتور فريد بوطابع المتخصص علم النفس التربوي سي جامعة تيزي وزو تنمير تاش نزرع كذا إن شاء الله استعاذ أيضا كوزين دقيق دكتور أولا كار كوزين دقيق كلمة أخيرة سراس الأهمية كويت الدبان الحوار لازم تسيليوس المنظومة كلعب حجم هذا الأسرة حجم هذا التعليم حجم هذا الإعلام يعني مؤسسات صناعة الرأي للمجتمع لازم تخدم القضية الحوارية. الأستاذ الدكتور محمد دير مشنان أستاذ جامعة الجزائر واحد تنمير تاش نزرة كذنا إن شاء الله التعب نظام صح بارك الله فيك ربي يحفظك مليليت إن شاء الله إن شاء الله أيثما قلان وضي نقول الحصة تنسر إن شاء الله من التنان إن وجي النغ أي تلي وض ويذف لون ونسر إن شاء الله أنا خذم اسمتا نسلو باش نصوفغ يجي الجيل علي نفعا وشولت علي نفعا المجتمع وانا وزيس ان شاء الله الفائده تنمير تيم دوكال قيمتي لهنا الخير تاع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.